حجي عبد الرحمن البحر والعم خالد عبد اللطيف الحمد. ويسرنا أن نرحب بكم نيابة عن تلفزيون الكويت، أجمل ترحيب في تلفزيون الكويت. نبتدي مع العم مشعان الخضير، وهو من رجالات الكويت البارزين، وكان مديرا لمالية الكويت سنة 1938-1939 حين كان يرأسها حين ذاك سمو الشيخ عبد الله سالم الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله. وقد اشترك العم مشعان في عدة مجالس كعضو، منها أول مجلس بلدي أنشئ في الكويت سنة 1348 هجرية، ثم مجلس المعارف، ثم المجلس التشريعي، ثم مجلس المعارف للمرة الثانية، وآخر اللجان التي اشترك فيها العم مشعان هي اللجنة التنظيمية، كما كان عضوا في شركة البواخر الكويتية. وللعم مشعان أثر كبير في نهضة الكويت وفي تاريخ الكويت، نرجو أن يمد الله بعمره ويمتعه بالصحة والعافية لكي يستفيد الوطن من طاقته وخبرته وجهده المشكور. عم مشعان، راح نسألك عن الكويت، كيف تكونت كدولة فيها إدارة منظمة ولها شخصية وكيان، وما هي المراحل التي مرت بها خلال هذه الفترة بصفتك من الأوائل الذين اشتركوا في المجالس التنظيمية في دولة الكويت؟ والله الكويت قبل وجود حكم الشيخ مبارك الصباح ما كان لها يعني مثل كيان معروف، ولكن بعد حكم الشيخ مبارك الصباح قوة الكويت واتسعت تجارته البرية والبحرية، وكانت قبل التجارة مهددة، ولكن بعد حكم الشيخ مبارك الصباح المرحوم الشيخ مبارك الصباح لا، أمنوا الكويتيين واستسعت تجارتهم في البر والبحر، وكان عمدة تجارتهم بالسابق على صيد اللولو وعلى التجارة البحرية في أسفارهم إلى الهند وإلى أفريقيا. نعم. وبلغ من يعني قوة تجارة صيد الأسماك صيد اللولو تقريبا 800 سفينة، وسفن التجارة اللي تسافر الهند والنيبار وأفريقيا تقريبا 100 سفينة، وكانت عمدة تجارة الكويت البحرية هذه. ولكن في الأخير تجارة اللولو ضعفت بأسباب مزاحمة اللولو الياباني. اللولو الصناعي. الصناعي نعم. الياباني ضعفت تجارته، ومع ذلك قوة الأسواق في أوروبا على اللولو ضعفت من الأولى بعد الحرب الأولى، هذا من التجارة الخارجية. أما التجارة الداخلية فهي قوت من الحرب الأولى وانتشرت انتشار كبير حتى ما وصلت إلى حدود الشام في ذاك الوقت، وكان الكويتيين في حكم المرحوم الشيخ سالم المبارك وكان من المؤيدين لتجارة الكويت وساعدهم في نشر تجارتهم، وبعدها المرحوم الشيخ أحمد الجابر. ولكن التجارة الصحيحة اللي قوت هو بعد الحرب العظمى الأخيرة، هذه صارت ثروة وصارت التجارة واستاسعت اتساع كبير، وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى فاض عليها في بالنفط وخيرات النفط، هذا من جهة التجارة. حدثنا الآن عن التجارة الخارجية والتجارة الداخلية لدولة الكويت في الماضي. ماذا عن المجالس التنظيمية والإدارية؟ ما كان أكو مجالس تنظيمية إلا ابتدت في المجلس البلدي سنة 48 هجري، و
وكان مجلس يعني سقي يتألف من 12 نفر برئاسة الشيخ عبد الله اليابر الصباح، وكان رئيس المرحوم سليمان عدساني. والحقيقة قامت في أعمال لا بأس فيها، يعني على قل مواردها قامت في أعمال طيبة داخل البلاد. وكان المرحوم الشيخ سليمان عدساني من أنشط المدراء فيها. وبعد ذلك كانت في محلها في سوق التجار في غرفة صغيرة، لكن على صغرها وقل مالها قامت في أعمال طيبة، صار لها أثر كبير بالبلد. هذا بالنسبة لأول مجلس بلدي. أول مجلس بلدي. بالنسبة لمجلس المعارف. مجلس المعارف ما كان قبل يعني مجلس منتظم، ولكن من سنة تقريبا 56 أو 56 ميلادية. 56 ميلادية. هجرية. هجرية. انتظم وصار له أعضاء منتخبين، وكان رئيسه الشيخ عبد الله اليابر الصباح، وكان المدير الشيخ يوسف فضيلة الشيخ يوسف الجناعي. وانتظمت المعارف وجلب لها معلمين من الخارج وصار لها بعثات بالخارج، ومن ذاك اليوم والمعارف في تقدم. ايضا ممكن تكلمنا عن يعني ايضا تاريخ الكويت في ذلك الحين اللي عاصرته خلال تلك الايام. من جهة ايش؟ غير المعارف ايضا في يعني نشاطات اجتماعية مثلا. والله الكويت ما ظهر فيها يعني أدباء مشهورين اللي يقدمونها من حيث كان في اعتقد نادي تأسس النادي ما اذكر تاريخه وانا ماني عضو فيه. نعم. ولا اعرف شيء عنه زين. ولا تأسس نادي. لكن اليوم كان رئيسه المرحوم علي السالم. ولكن انا ما اعرف شيء منه. اجهله لاني ماني عضو فيه. نعم. هذا اول نادي ادبي صار بالكويت. ما اعرف منه شيء. في اشياء اخرى تحب تحدثنا عنها، عن الاشياء اللي مريت فيها؟ اشياء تعرفها عن تاريخ الكويت؟ يعني تاريخ من جهه يعني الحاله التجاريه قدمتها لك انا. ايه. من جهه الحوادث السياسيه ما ريت فيها، ما اعرف انا ايش عنها. المسائل السياسيه ما اعرف شيء منها. كانت المسائل السياسيه موكوله الى الحكام. نعم. واللي يعرفون اكثر ما اعرف انا. لا ما تعرف مثل بيت الخالد وبيت البدر وبيت البحر وبيت كذا، والناس الرجالات الذي أسسوا التجارة بالكويت. أحسن من قام بالتجارة في الكويت مثل بيت الخالد وبيت الصقر، هذول عندنا احنا بالجبلة، هذول اللي اشتهروا. وبيت الحميضي، هذول اللي اشتهروا من تجار يعني الكويت. والحاج عبد الحمام بن بحر هذا يعني من أركان التجار في عندنا بالجبلة. ومن جهة اللولو وتجارة اللولو، بيت الخالد في الأخير، وبيت البرومي، هذول بيت إبراهيم بن مضف، وهلال المطيري، هذول اللي كانوا العمدة في تجارة اللولو. شكرا عم شعان. ننتقل الآن سيداتي وسادتي إلى العم حجي عبد الرحمن البحر، وهو من شخصيات الكويت البارزة التي شاركت في دعم التجارة في الكويت وعملت على تنميتها وتقويتها، وكلنا يعلم مال الكويت من أثر تجاري في منطقة الخليج العربي في السنوات الماضية. والعم حجي عبد الرحمن البحر كان عضوا في المجلس البلدي عدة سنوات، كما كان عضوا في الغرفة التجارية الكويتية. ولا شك أن العم عبد الرحمن لديه الكثير ليحدثنا عن تاريخ الكويت التجاري في الماضي ودور الكويت الاقتصادي للمنطقة كلها في الماضي. عم عبد الرحمن، ممكن تحدثنا عن مبدأ التجارة في الكويت حتى الآن؟ والله مبدأ التجارة كان قبل سابقا تجي الأموال الكويت إلى المحمرة. ومن المحمرة لهم وكلاء الكويتيين هناك يحملونها بالسفن إلى الكويت. بعد ذلك أول ما مشت البواخر مراكب العجل أخذت لها سنتين. نعم. من بعدها مراكب بي آي مشت
يبين ابتدت البواخر أول ما ابتدت البواخر سنة 20 هجرية سنة لا سنة 18 ومن بعدها مراكب بي آي في سنة 20 عقبها بسنتين مشي وانحالت الأموال كلها يعني إلى الكويت طريق المحمرة السد أكثر الواردات في ذاك الوقت كل تجي المراكب الأموال من الهند بالسنين عاد الأخيرة قامت تجي من أوروبا كان اتصال تجار الكويت مثلا تقول بواسطة الهند ما كان اتصال مع أوروبا ولا مع اليابان لا 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 كل اتصالهم مع بومبي وكان لهم وكلاء في بومبي من عرضهم يعني الوكلاء محمد سالم ستيراوي هذا الكويتي وفي عدة وحسين بن عيسى وأخوانه وبيت الفضل وبيت البشام وبيت عدة وكلاء عدة وكلاء وتجي الأموال من بومبي وتجي أموال من كراتي أيضا من كراتي ومن بومبي وكان من النيبار تجي أموال من النيبار تجي الأخشاب بالسفن الكويتية كان الكويتيين نشاط يعني قسم يشتغل بالتمور وقسم بالسفن وقسم بالتجارة الخارجية يروحون إلى أفريقيا وإلى الهند وإلى الخليج كله نشاط يعني أقوياء وهالأمانة وصدق رجال إصاميين إصاميين بالحقيقة يعني الحقيقة كلهم صغيرهم وكبيرهم تشوف الولد اللي كان عمره 20 سنة يروح معلم وقبطان بالسفينة وفي الحرب الأولى لا صار للكويت دور عظيم عبارة كانت تمون المملكة العربية والخليج حتى الأموال وصلت إلى تركيا في الحرب الأولى نعم والحرب الأخيرة صارت كان الخليج كله يمتد من الكويت كان ها خير تفضل بقيت تقول شيء لا أنا أبين لك إحنا ناس لهم أثر في اقتصاديات الكويت منهم من مات منهم من حي وهم خالد الزيد أين؟ وأحمد السعود الخالد عرفت هذول من التجار أهل الفكر ومن اللي قاموا في تأسيس مؤسسات أخذت تدر على الكويت أرباح طيبة مثل البنك الكويت الوطني ومثل السينما ومثل شركة البواخر وفي الأخير من اللي قاموا يعني في خدمة التجارة بالكويت مثل الأخ عبد العزيز حمد الصقر والأخ خالد عبد اللطيف في توليته رئاسة شركة البواخر وهذول من الناس اللي قاموا في دور مهم في تجارة الكويت ومن ساعدوهم من أصحاب المجالس في جميع الكويتيين اللي دخلوا في المجالس الأدبية أو التجارية فهم ناس قاموا بالواجب وبشرف وبأمانة بدون مقابل وهذا ما موجود في البلاد الثانية البلاد الثانية كل شركة تجارية لازم يكون حق العضو شيء مقابل خدمته أما هالجماعة هذولا مثل خالد زيد الله يرحمه وأحمد السعود وعبد العزيز حمد الصقر والحاج يوسف الفلي هذول من اللي أقاموا يعني تقدموا في هذا الشيء والأخ خالد الحمد وبقية الجماعة من الأعضاء قاموا بخدمة جليلة وحصل منهم فائدة محسوسة في تقدم الكويت الاقتصادي وهم إلى الآن يخدمون بكل إخلاص وبكل أمانة بدون مقابل الله يوفقكم إن شاء الله ويوفق الجميع لخدمة هذا الوطن الحبيب في أيضا أشياء أخرى تحب تتحدثها عن تجارة الكويت في الماضي حجي الماضي؟ غير اللي قلته مثلا عن التجارة في اللؤلؤ والسفر ما في شيء يعني الذي تجارة اللولو كان بالأول الكويت قائمة أول تجارتها هي قائمة على قضية تعتمد على صيد اللولو نعم لا أول على صيد اللولو أول على الخير وعلى التمور والتمور من بعد ضعفت هذه وصار اللولو نعم يعني الخيل والتمور منين كنت تجي يحملوها من إلى الهند الخيل والتمور من البصرة إلى الهند وإلى أفريقيا وإلى اليمن
من بعد ضعفت صار اللولو، اللولو قام في دور قوي يعني واقتصاديات الكويت كان قامت في بادي الأمر على اللولو. من بعد اللولو بعد ضعفت أسواقه. نعم. ولا يفوتني من يخدمه بالبلدية مع سليمان عدساني الأخ يوسف بن نصف اليوسف تولى أيضا إدارة البلدية من بعد سليمان العدساني، وتقدمت البلدية في وقته يعني تقدم محسوس لأنه رجل نشيط وذكي. من بعد الكويتيين قاموا على التجارة ويشتغلون كلهم في بالهند وفي أفريقيا وبالخليج، يشتغلون يعني شغل قوي كلهم على ذلك. وما رأيك في التجارة في الكويت في الوقت الحاضر بصفتك تاجر قديم ومن الآن هالشيئين ضعيفة بالمرة شنو يعني. الأسباب ماذا تعزون؟ والله الأسباب كثر خلو فيها ناس جدد. نعم نعم فيها أجانب دخلوا وقاموا يبيعوا وانحطت التجارة الحين سنتين التجارة كلها منحطت. هل هذا يرجع إلى مثلا التركيز وما له من أثر يعني؟ والله هذا يرجع إلى أسباب لأن دخلوا فيه مثل ما ذكرتك دخلوا فيها ناس أجانب ودخلوا ناس مثلا ما لهم خبرة تجارية. لا من وجهتين التجارة هنا انحطت. أولا أن الكويت أصبحت محصورة تجارتها بس لداخليتها، ومن الجهة الأخرى كثرة الأيدي في التعامل فيها من أجانب ومن كويتيين. وكانت في السابق لا الطرق مفتوحة للسعودية والخليج والإيران والعراق، والآن تسددت الأبواب هذه وكثرت الأيدي وكانت محصورة التجارة بأيدي الناس معروفين فقط بدأ متسيطرين عليها كويتيين خالصين وعارفين بعضهم البعض، فهي من عدة نواحي حصل لها بدأ الضعف من سنتين الآن من عام. شكرا يا حجي عبد الرحمن البحر على المعلومات اللي أعطيتنا إياها عن التجارة في الكويت في الماضي. سيداتي وسادتي ننتقل الآن إلى العم خالد عبد اللطيف الحمد، وهو من شخصيات الكويت المعروفة التي لها أثر بعيد في بناء النهضة كما أن له دور في تاريخ الكويت. واشترك العم خالد في أول مجلس تشريعي أنشئ في الكويت عام 1938، ثم اشترك كعضو في شركة الطيران الكويتية، ثم عضو في البنك الوطني الكويتي، كما كان رئيساً لمدة 3 سنوات لشركة البواخر الكويتية، ثم عضواً في الشركة نفسها بعدها. والعم خالد من تجار الكويت المشهورين الذين لهم دور كبير في تنمية التجارة هذا، وركز عمله التجاري في الآونة الأخيرة في شواطئ أفريقيا الصومالية واليمن. عم خالد المعروف أن التاجر الكويتي جريء ومغامر ويمخر عباب البحر ويذهب إلى كل منطقة يريدها طلبا للرزق والعيش الكريم، وفي الواقع هذا ما برهن التاجر الكويتي في الماضي. الكويتيين نشيطين صغيرهم وكبيرهم وعصاميين، والتجارة في البلاد الأخرى تجد التاجر مثلا يحدد تجارته بصنف واحد على عكس الكويتيين، فالتاجر الكويتي ما يتوقف عند حد بل يمد يده إلى كل عمل يرى فيه أو يأمل فيه المكاسب تدر عليه. فلهذا تقدم الكويتيين أجد من غيرهم، وتجد الكويتيين من صغيرهم إلى كبيرهم عبارة متزاحمين، إلى حد أن البحار يسافر بالسفينة تشوفه يأخذ معه قليل من التمر ويشتغل مثلا بكارتون أو بغيره، وإذا وصل إلى البلد المقصودة نزل يصرف البضاعة اللي مع القليلة هذه ويتعوض مقابلها. فتجد من البحار إلى النوخذة إلى التاجر تزاحم بينهم عبارة كأنهم في مدرسة، كل واحد يريد التقدم عند الامتحان يكون يجد الإكرام. ولهذا حصل التقدم للكويتيين وامتدت أيديهم بأفريقيا وفي اليمن وفي الهند ولا يقفون عند حد، وتوفقوا لله الحمد مع ما أنه مر عليهم نكسات في أوقات من بعد الحرب العظمى حصل مثلا فتور وانتكاس وغيره، ولكنهم قادروا الكويت وراحوا من عرضهم مثلا من الأخ بشعان إلى سيد علي غير راح البحرين، واللي راح إلى الهند واللي راح إلى اليمن تفرقوا لما ضاق عليهم باب الرزق في الكويت. وهذا دليل على أنهم نشيطين وأنهم عصاميين ومجتهدين ودائمين بالواجب، وتوفقوا من فضل الله. وغالبا كلنا من شأنا بالحقيقة من ضعف نشينا بالحقيقة ما عندنا شيء ولا نعرف شيء، وأنا كنت مثلا في الأول
ما أنسى الفضل للصقر أني تربيت عند العم حمد الصقر بالحقيقة وأخي صقر جزاهم الله عنا كل خير، وتروّرت وتجيت بالمسائل هذه بأسبابهم هم. وثم بعدين من 46 هجرية أخذت استقلالي عنهم أنا، وبقيت أكافح، بقيت شريك في بعض التمور مع أولاد المرحوم، وتوفقنا فيها توفيق طيب ونشأت المسائل، واستمرينا في عملنا لله الحمد حتى توفقنا وصلنا إلى هالدرجة. هذا هو الشيء الرائع جدا فعلا، أن التاجر الكويتي يعمل بالفطرة وبكل ذكاء. لا ما بشيء التاجر الكويتي نشيب. أنا أعقب على كلام الأخ خالد من جهة تجار الكويت، فيهم صفة يعني قل أن توجد في الناس الآخرين، وهي مسألة الأمانة. أنا يحكي علي واحد من تجار البحرين يقول إذا جت السفينة من النيبار إلى البحرين يشترون منهم الأموال، ولكن ما يسلمونها من السلام، يعملونهم ينزلون أموالهم في العماير بدون السلام، لأن يعتمدون على أمانتهم. وبعض السفن ترجع في بعض أخشاب قليلة، فإذا صارت الكويت يأخذونها ويحملونها لهم، ما تبقى عندهم. وهذه صفة مهي موجودة عند كثير من الناس، مسألة الأمانة. وأنا أرجو أن هالصفة هذه أنها تبقى فيهم. لا يعني صغيرهم وكبيرهم الكويتي. أبين لك، ما خلف تكلم فيها. أي تفضل خذ راحتك. أبين لك عن نكتة حصلت في الماضي. نعم. كان يوجد دلال اسمه حجي عنبر. نعم. عبد المونس. وهالرجل هذا إلى جو أهل نيد. يسجل الكلام يسجل. إيه. لا خذ راحتك. لا أبي الكلام يعني. لا مسكر. إيه. إذا جو أهل نيد يضعون أما فلوسهم عند حجي عنبر، وحجي عنبر عنده دكان، ولا عقل يوم الكويتية ما يستعملون خزائن الحديدية. إيش كانوا يستعملون لحفر؟ ما يودونها بيوتهم. وهذا عنده على ما قالوا سحارة، صندوق من خشب يأخذ أماين أهل نجد ويحطها عنده في السحارة. أهل نجد إذا شروا بضائعهم وخلصوا وأرادوا يحاسبون تجار الكويت يروحون إلى حجي عنبر ويأخذون أمانتهم منه ويصرفونها ويسلمون للتجار حساباتهم. والتاجر الكويتي عندما تشتري من البضاعة، في مجرد ما يقيدها لو زادت الأسعار ما يمكن أنه يتبدل الرأي حتى لو زادت الأسعار. هذا واحد من هالشقرة لما خلص من تجارته وأراد يسافر راح إلى حجي عنبر، قال له حجي عنبر عطني الهميان، هذه هماعين فيها، عطني الهميان. حجي عنبر بطل سحارة، دور هميان راعي شقرة ما لقى، قال يا ولدي مالك عندنا شيء؟ قال حجي عنبر هميان في 300 ليرة معطيك إياه. قال لا، لو كان لك شيء لقيناه بالسحارة. هذا راعي شقرة الحار في أمره، شو يقول؟ يقول حجي عنبر أكل أمانتي، ما حد يصدقه. دبر أموره وسدد التجار الكويت وسافر. حجي عنبر من عادته إذا صار أيام الشتاء ينظف دكانه، شال السحارة لقى هميان بين الطوفة والسحارة، قال هذا ما رعي شقرة، يا رعي شقرة. قال له تعال لقينا هميانك. قال الحمد لله، الله عقل علي. قلت ليش ما قلت ان حجي عمر عرفت انا معطيه؟ قال انا اخاف، من يقول لي انا اني امنت حجي عمر امانه واكلها علي؟ هي مستحيل. صحيح. اكو واحد بالكويت سوى حجي عمر او غير حجي عمر ياكل امانه واحد؟ هذا مو صحيح. هذا دليل على الامانه. تعطي فكره على ان الكويتي امين جدا، دليل على الامانه. عند الكويتيين الامانه والثقه في بعضهم بعض، وعندهم التعاضد والمساعده. كانوا بالحقيقة أهل السفن هذولا إذا حملوا التمور في سفنهم أغلب الناس يعطون إنه خذه بضعة هالتمر هذا معه، وحتى العوض اللي تعوضه من النيبار أو من الزنجبار يجيب الكندل، أو من اليمن يجيب الصل أو يجيب القهوة أو يجيب غيره، أيضا يأكل بضعة، يأكل الثلث في الأرباح. وهذه قل أن توجد في بلاد أخرى، إن إنسان يعطيك أمواله ويقول تأكل ثلث ربحها. فلهذا قبطان السفينة يجد ويجتهد في بيع بضاعته بأحسن الأسعار لحتى هو يكسب ويتجمل أيضا مع صاحبه. صحيح.
أيضا السفن الأخرى من أهل سور ومن أهل كينج ومن الهنود ومن غيره، إذا حملت معهم تقطع معهم النول وتكتب عليهم صتمي والتحفظ الكويتي أبدا، هذه ما توجد أنك تكتب عليه صتمي أو غيره، تعطيه مالك كأن المال بيدك عبارة. فهالأمانة هذه والثقة والتعاضد والمساعدة في بعضهم بعض قل أن توجد في بلاد أخرى أو عند ناس آخرين. هذا شيء صحيح فعلا، في ترابط روحي، ترابط روحي. إلى قدر الله لا سمح الله على سفينة وانكسرت، عبارة كأن الإنسان يقولون راح فقرك، جابوا قائمة وداروا على الجماعة وساعدوه ورجع كما كان. يعني هذه ما توجد في البلاد الأخرى. هذا صحيح. فعند الكويتيين مزيات موجودة ما هي موجودة في بلاد أخرى، هذه نشوا عليها. نعم. في أشياء تحبون والله فعلا سوالف جدا جميلة يعني إحنا قاعدين نسمعها. لا كان بالأول، كان بالأول بيع الأموال إلى مدة سنة. نعم. وإلى مدة 6 أشهر يقبض المال ولا نكتب عليه سند ولا شيء، بس في مجرد إلى مضت السنة سلمه، أو 6 أشهر إلى هالدرجة يعني من 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 عظم الأمان بينهم. نعم. بيننا أبي. وعلى حسب نواياهم الطيبة ونوايا أمراهم الطيبة أيضا من بركة أمراهم، تجد الكويتي في كل بلد عزيز. عند الإنجليز في الهند أو في اليمن، شاهدناهم في الهند إذا جاء راعي البحرين أو جاء العراقي أو جاء السوري أو جاء الحجازي، لو يبي قادر بمبي 5 أميال لازم يروح لدائرة CID ويسجل أني أروح. الكويت أي نعم، الكويتي يسرح ويمرح، ما حد يقول له تعال أو أوقف أو سجل أو يسألونه أو غيره. هذا على الثقة. أي ما بشيء. فهذه المزايا عديدة بالحقيقة توجد للكويتيين في الخارج أو في بعضهم بعض، ما توجد عند أحد ثاني. صحيح. في بعض الشخصيات الكويتية المشهورة في الماضي في التجارة تحبون تتطرقون لها تتحدثون عنها، أو الأحداث التجارية اللي مرت الهامة؟ في موجودة بالحقيقة، الذي مثلا عملوا بالتمور طلعوا وجهها مثل الصقر، قاموا في دور عظيم هو قليل، ثم مثل جاسم بودي ومثل بعض ناس الخرافي وما الخرافي وغيره، هذول قاموا بواجبات بالحقيقة وعملوا بالتمور والمرجوب وغيره. يعني عدة ناس تجار من الكويتيين عملوا معاملات وكافحوا وتوفقوا في الحرب العظمى هذه، كانت الحرب العظمى الأولى أهل كراتي توفقوا فيها، وعلى العكس في الحرب الأخيرة أهل بنبي الذي توفقوا وأهل كراتي خمدوا. هذا عاد مسائل بالحقيقة، الدنيا طلوع ونزول. هذا صحيح. أي. خصوصا التجارة. أي ما بشر. زي من ناحية الأسعار البورصة قبل، يعني شلون تعرفون الأسعار نزلت وارتفعت وكذا يعني؟ هذا ما يقدر يحددها الإنسان، أغلب الأعمال تجي بالحقيقة على حسب نية الإنسان. يحمل بضائع أو يطلب بضاعة ومترجي فيها الكريم سبحانه عز وجل، ما يقدر يقول أني أنا أضمن الربح فيها. لا تزيد الأسعار وتنزل على زيادتها ونزولها في بلد محلات هناك. أي مثل مثل العيش كان يد من كراتي، إذا زاد في كراتي زاد بالكويت، إذا نزل نزل هنا. أسواق الكويت على أسواق الخارجية. أسواق الخارجية. وفي بعض ناس يكونوا شديدين مثل الحميضي قبل في وقتهم، يلاقيت البضاعة عندهم كدسوا سنة أو سنتين، فاز بيدهم الشاي مرة واحدة، يعني فوزة ما له نظير، بأسباب أنهم ناس يصبرون على البضاعة. وفي بعض ناس لا، مثل حج عبد الرحمن وغيره من صاد القرادة شواها وقته. وبالحقيقة كل تاجر له راية. مثل حجي عبد الرحمن يقول لك أنا أبيع 8-10 مرات أقول بدراهمي هذه، بدل ما أن الحميضي ينتظر يحصل فيها 120، لا أنا في هالعشر مرات أحصل 120 مثله. وكل واحد له نظرية في التجارة، كل واحد له اتجاه. هذا صحيح. في أعماله في تجارة. وكانت الأخشاب تجي من النيبار مبالغ عظيمة، ويجون العراقيين يشترون مبالغ جزيمة عند الصقر وما الصقر وعند بعض النواخذ اللي يجيبون ابن عثمان وغيره وكذا ويتوفقون فيها. وحركة عظيمة هنا كان مع الأخشاب هذه، الساي والربط وغيره. وكان قبل 20-30-40 سنة عمدة تجارة الكويت على المملكة. نعم. على المملكة يعني. المملكة السعودية والإيران هم من جانب. وعلى إيران والعراق، لكن العمدة على المملكة. المملكة أيه. على أساس استيراد البضائع. يعني. لا. لا. تصدير. لا لا. يجون. يعني سوق التصدير لكم. هي المملكة السعودية. كانت الكويت همزة وصل بالحقيقة، حتى الحروب، الحرب الأولى والحرب الثانية، أصبحت الكويت همزة وصل، تجيها البضائع وتتفرق منها إلى الجهات الأخرى، وهلها نشيطين يوردونها من كل جهة.
كانت الكويت هي ميناء نجد. اي نعم بالسابق. هذا اللي نبي نتحدث عنه ونبرز اهميته في الواقع. كانت الكويت هي ميناء عرفت نجد الوحيده قبل تصير ميناء الدمام. كانت هي الميناء الوحيده حق نجد. يصدر عنها. وثم من فضل الله من حسن حظ الكويتيين وامراهم الطيبين لما انسدت الابواب القوس مثل ما تشوف تمضحل والسفن راحت سفنه وتمضحلت اسفارهم ايضا السفانه فتح الله باب النفط هذا ما يسد باب الا ويفتح 100 باب فتح الله عليهم وهذا من نواياهم الطيبه ان الله سبحانه عز وجل ما غفل عنهم. في الواقع انت المشهور عنك انك لك يعني اسفار وجولات كثيره الى شواطئ بعيده عن الكويت اللي هي شواطئ افريقيا والوصول الى اليمن. نعم. ممكن تحدثنا عن سفراتك هذه؟ سفراتي متعدده وبعض السفرات ابقى انا في اليمن سنتين وثلاث ما اجي الى الكويت. نعم. اما واروح الى الحبشه والى الصومال والى هالجهات هذه والى اليمن وغالبا كان في المبتدا اول تعاطينا كان في التمور فقط ولكن في الاخير لا بعدين توسعنا عاد في المسائل خصوصا لما صارت الحرب الاخيره هذه. صرنا نعامل في الخامات وفي الشكرات وفي القهوة وفي كل الأصناف وأسفاري كان بالحقيقة بالأول في المبتدأ أما مع السفن وأروح إلى اليمن أو في البواخر وفي السابق كان أول بشغل الصقر وعقب ما استقلينا عاد اللي توسعت أنا في تجارتي قريب والحبشة بلد بالحقيقة الذي دخلوها بالأول استفادوا منها كثير لكن حنا ما جيناها إلا بالأخير عقب ما تمركزوا فيها الهنود واليهود وغيره وكذا وتضاق الرزق فيها وإلا الذي اغتنموا الفرصة وغزوها في السابق استفادوا منها لأن أهلها البلد غنية وأهلها ما فيهم كفاءة. وبعدين الشيء فعلا الغريب جدا من السفينة اللي تسافرون فيها ما فيها الإمكانيات الفنية الكافية والكاملة حتى تستدلون الأمكنة اللي تروحون لها. ما بشك معلومة في الواقع هذا يعني ذكاء المواصلات فنتري. صعبة والاتصالات أيضا صعبة لأن تعرف أنه مثلا بالحرب العظمى كان الناس يتساءلون عن أخبار الحرب من رويتر ولا ما كانت والعالم في تطور حتى أنه بالحقيقة هم تطورنا حنا معه. هذا شيء صحيح. ما أدري قبل لا نختم الحديث في أشياء تحبون أيضا تقولونها بهذه المناسبة؟ راح نختم الحديث بالدعاء لصاحب السمو الشيخ عبد الله السالم نطلب من الله سبحانه وتعالى يمد في حياته وفي عمره. آمين بإذن الله. وأن الأخوة يحصلوا خير ونعمة ورفاهية ما هي موجودة في البلاد الثانية. صحيح. هذا نتيجة سياسته الرشيدة وعرف وعطفه على الكويتيين كأبو وهم يدعون له إن شاء الله بالسلامة وطول العمر وأيامه كلها خير. هذا صحيح. عصر العصر الذهبي بالحقيقة أيامه كلها خير. يفرح إلى شعبه يراهم كلهم كأنهم أولاده يحب لهم الخير ويحب وفاتح الأبواب على مصراعيها اللي تشوف للدوائر للمعارف للصحة لغيرها. الرجل مثل ما رأيت في التثامين وغيرها الذي تشوف الناس يأخذون ملايين على تثامين أراضي ما كانت تسوى شيء وهذا من فضل الله وفضله بالحقيقة أن الرجل نيته طيبة أيضا. الله إن شاء الله يمد بعمره ومتعه بالصحة والعافية والله إن شاء الله يوفق الجميع لخدمة هذا الوطن الحبيب تحت قيادته الحكيمة الرشيدة. وشكرا لكم جميعا. نشكر الوزير على ثقة ما قصر. وشكرا لكم جميعا ولا شكر على واجب. بارك الله فيكم. أيضا إن شاء الله العمر المديد والصحة. آمين هذا اللي نتمناه. شكرا جزيلا. سيداتي وسادتي شكرا لكم جميعا وإلى اللقاء في حلقة قادمة نتحدث فيها عن تاريخنا الكويتي القديم كما تحدثنا في هذه الحلقة عن تاريخ الكويت التجاري في الماضي وإلى اللقاء. من ولد علي هيهات ما تقول نجبهم لا يباه نجبهم 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 شباب العجول سيد حسان
ناديت له يا سامع ربي القطيعه. هاي يا عجا يا عجا يا عجا.